بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم عن المكمل الغذائي الجديد في جيتون بلس كبسول لدعم صحة العيون والقلب والمخ والجلد، حيث يحتوي على تركيبة مفيدة لهذه الأجزاء الحيوية من الجسم، حيث يساعد على تحسين وظائف العين والرؤية والحفاظ على الشبكية والعدسة، ويعمل كمضاد للأكسدة لتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعيون مثل الزرق وتدهور الشبكية المرتبطة بالعمر، وأيضا يدعم صحة القلب والأوعية الدموية حيث يساعد على تقليل الدهون الثلاثية في الدم، وأيضا يدعم صحة المخ والذاكرة، وأيضا يدعم صحة الأعصاب ويساهم في تحويل الطعام إلى طاقة، وأيضا يدعم الجهاز المناعي والجلد والشعر. الجرعة كبسولة واحدة يوميا، العبوة 30 كبسولة، سعر العبوة 130 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.